حصل في التاريخ يعني. وأنا كنت ذكرته لكم في بدايات الكلام عن بعض أعلام الإسلام، وكان منهم عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير له أخوه اسمه مصعب، مصعب ابن الزبير. مصعب ابن الزبير كان قاعد في يوم من الأيام تحت ظل الكعبة، هو وأخوه عبد الله بن الزبير وسيدنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب، التلاتة قاعدين بيتكلموا كده وبيتسامروا وبيذكروا الله تحت ظل الكعبة. فكل واحد فيهم قال للتاني ايه، ايه رأيكم احنا هنا قاعدين امام باب الكعبة وتحت ظلها، اكيد الدعاء مستجاب لو كل واحد فينا يدعي ربنا بدعوة نفسه فيها. فقام جه عبد الله بن الزبير وقال انا اتمنى ان يعطيني الله تعالى الخلافة، عايز يبقى خليفة. وفعلا اصبح خليفة، لكن في نواحي مكة وضواحيها، والشام كانت مع الامويين، وانتهت حياته رضي الله تعالى عنه بعد ان قتله الامويون بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي، جزاه الله بما يستحق. ده بالنسبة لعبد الله بن الزبير. بالنسبة لسيدنا عبد الله بن عمر كان قاعد برضه في نفس المجلس، قال وانا ادعو الله تعالى ان يغفر لي ذنوبي. راجل زاهد وعابد، ما كانش له اي يعني ايه مطالب دنيوية، والظن ان شاء الله بالله ان الله تعالى غفر له رضي الله تعالى عنه. التالت بقى اللي هو مصعب ابن الزبير قال ايه، قال وانا اسأل الله تعالى في مطلبين، الاول هو ايه، قال ان يعطيني الله تعالى امرة العراق، اكون امير للعراق. طيب والتاني، قال وان يزوجني الله تعالى سكينة بنت الحسين او سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة، فاجمع بينهما واتزوجهما. ياه، يعني عشان تتجوز سكينة بنت الامام الحسين، ده مطلب كبير قوي كده تدعي ربنا بيه وانت في ظل الكعبة. لهذه الدرجة سيطرت السيدة سكينة على عقله وعلى وجدانه حتى اصبحت أعز مطالبه